السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهاردة هاخدكم معايا في جولة في اللازو أو حديقة الحيوان. الفسحة دي طبعا اللي الكل بيحبها كبير وصغير. يا رب الفيديو والجولة يعجبوكم النهاردة. أنا كان نفسي الفيديو يكون أطول من كده شوية، لكن للأسف أنا رحت متأخر فعشان كده ما قدرتش أصور كل حاجة، لكن يا رب الجولة القصيرة دي تعجبكم. حديقة الحيوان دي اسمها فورت وورث زو. هي بدأت من أكتر من 100 سنة، تم افتتاحها 1909، وأول ما بدأت كان في عدد قليل أوي من الحيوانات، لكن دلوقتي حسب التقديرات بيقولوا إنها ممكن تزيد عن 7000 حيوان. وهي كمان واسعة جدا، يعني مساحتها تقريبا 64 فدان، فمناسبة جدا لقضاء يوم عائلي من أول النهار لآخره. بتحتوي على مطاعم، وكمان أهم حاجة فيها فيها قطر بيلف حديقة الحيوان كلها، يعني اللي رايح وخصوصا أول مرة القطر ده هيعرفه على حديقة الحيوان قبل بقى ما يقوم فيها بجولة. وكمان على الباب بيدوكي خريطة برضو فيها أماكن كل حاجة، بحيث برضو تبقى سهلة توصلي ليها. حديقة الحيوان دي صنفت من بعض المجلات على أنها أفضل حديقة حيوان تقع في الجنوب. هي بتقع في ولاية تكساس، وطبعا زي ما احنا عارفين أن تكساس في جنوب أمريكا، وبتحتوي على عدد كبير من الحيوانات الأسيوية والإفريقية وكمان الحيوانات المائية. يا رب النهاردة الجولة تعجبكم، واسيبكم بقى تكملوا الجولة، ويا ريت ما تنسونيش من لايك.